اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم انا ضيافه الفنان القدير اولاد اللي كلكم كبرتوا مع الاعمال ديالو. تبارك الله هاد السنه رجع بحضور متميز في مجموعه من الاعمال الدراميه والكوميديا خلال البرمجه الخاصه بشهر رمضان الكريم. معنا ومعكم الفنان القدير اليوم غادي نناقشوا معاه ما شاء الله اخر ظهور اللي خلق ضد دابا وتبارك الله وتفاعلوا معاه المغاربه، الا هو العمل الدرامي الكبير بنات العساس اللي كيمثل فيه صديق العساس، الدور اللي عجب المغاربه، عجبهم كيفاش كتبغي مرتك، كيفاش ديك اللقطه اللي المغاربه كلهم تفاعلوا معاه، ديك انت كتفك فيه وكتعطي واحد الميساج زوين ديال الاب اللي خايف على الاسره ديالو. مرحبا بك يا ولاد، اسمح لي درت مقدمه طويله. مرحبا بك الخير، مرحبا بكم حتى انتم، لان مرحبا بكم في الضيافه ديال الوالده، حيت هذه الدار ديال الوالده ديالي. ايوا من نهضروا شويه على هذيك السلسله. وقبل ما نهضروا كنرحبوا بالجمهور الكريم اللي كيحبونا وكنحبوهم، ومرحبا بكم حتى انتم عندنا. فيما يخص هذه السلسله او المسلسل ديال بنات العساس، بنات العساس كيحصل لي الشرف ان دريس الرخ كانت من عند الباديره وباش يختارني انا في ذاك الرول. التفاصيل ديال الدور ديالك؟ نهضروا على التفاصيل ديالو. التفاصيل ديالو هو انني انا قريب عندي واحد الصديق ديالي، وذاك الصديق ديالي بقى في العروبيه، انا جيت بكري من العروبيه وتزوجت ودرت تما، درت الوليدات ديالي تما في المدينه، فيعني في الدار البيضاء. وهذاك الصديق ديالي يعني كنا في الصغر مداصرين بزاف، لكون انه الحاجه اللي بغاها ما كنخسرش ليها فيها، وهذاك خوت وكيجي بحال ماشي خوت كاصدقاء، زعما كبار اكبر من الخوت، كاع شي حاجه اللي جمعنا واحد العلاقه اخويه جميله بزاف. كيتبان من خلال التفاهم ديالك انت والعساس اللي تبارك الله الشعب الكبير، كاين واحد الانسجام في الدور بيناتكم بحال انتم صحاب بصح. واش بصح انتم صحاب ولا غير في الفيلم؟ لا في الحقيقه انا صحاب عايزون عايزون صاحبي بزاف، بانت هذيك الانسجام بيناتكم. ودوزنا بزاف ديال المراحل يعني في المسرح وفي التلفزيون وفي يعني بزاف ديال حتى في السينما كان الحضور ديالنا. قال هذيك الكيمياء بانت. الور فاش كيجي عندي كان انا عارف وانا راجل طيب وكذا وهذاك، ورحبت به مرحبا به هو ووليداته وكذا وهذاك. واحد الفتره كاع تنبداو تنقولوا باللي اليوم انت معروض عندي، ولكن غدا ان شاء الله ملي غدير الدار ديالك انت هنايا في الدار البيضاء وهذا، راه نولي انا كنجي معروض عندك. ودوزناها بحال هكا بشويه ديال الضحك وصافي. وفي الحقيقه هو باعت ماشي شي بلاد ديالو وجا للدار البيضاء. جا للدار البيضاء على اساس انه غادي يدير واحد المشروع، وذاك المشروع ما داروش. المشروع اللي دار هو المشروع ديال لي بار، ولا كيمشي لي بار كيجي سكران. ديك الفلوس اللي كان هذيك عذب ديك المراه وعذب دوك الدريات معاه، وكان ديما كيسلخهم وكان هذا يعني ما عجبنيش. اللي زعلي ماشي ذاك صاحبك اللي خليتي. انا تبدل عليا، ما بقيتش انا ما بقيتش عرفته انا واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. واحد الوقت بديت كنتبرى فيه، تنقول له ودي الا مشيتي حتى جيتيني هذه المره سكران ولا شي حاجه ما تدخلش عندي الدار. ما عرفتش. المهم هكاك بقى تيجي عاوتاني، تيجي حتى جوج ونص ثلاثه ونص، انا كنبقى حاضي حتى كيجي وتيجي سكران. واحد اللقطه اللي تفاعلوا مع المغاربه وانت خارج كتقلب على صاحبك ورفيق الدرب ديالك والعمر ديالك، كيفاش بينتي ديك الاخلاق ديال الرجل السهم الطيب اللي كيعقل على العشره؟ الناس تفاعلوا مع هذه اللقطه اللي درتي. ايوا في الحقيقه هذيك راه شنو كاين فيها بزاف ديال كتبغي تقول بزاف. هذيك اللقطه كتبغي تقول بلي رانا خايف عليه، وكتبغي تقول رانا ما حملوش يتعطل، وكتقول بلي راه ما باغيش الناس هذوك، لان في العماره عندي معايا الناس، مع الساكن وانا كونسيرج. الور هذوك الناس ما كنبغيهمش يديو عليا شي نظره خايبه، وانا الرجل الطيب في هذيك العماره. هادشي اللي كاين. واخا اولاد يمكن انت الدور اللي قدموا الصديق ديالك كما قلنا العساس، يمكن مساحته في الدور اكثر، يمكن هو اللي غيكمل القصه اكثر. حنا شفنا كيعذب جوج ديال البنيتات، شنو رايك في هذاك السلوك وجوج ديال البنيات اللي جايبهم من البلاد؟ كيفاش تفرحهم؟ كيفاش
منافستو دي فرصه اننا نحيو البنيتات اللي لعبوا في هذيك الحقبه الدور ديال كل من منافستو دنيا بوطاجوت. انت كنتي بحال العم ديالهم يعني، انت الاول اللي دخلتيهم عندك، انت الاول اللي استقبلتيهم. كيفاش داك التعامل ديال الاب ديالهم مع دنيا بوطاجوت اللي غتكون اللي غادي حنا كنقول الاحداث ديالها غادي اللي غتكون هي منافستو ودنيا بوطاجوت؟ حنا في الحقيقه ما خصناش نحرقوا الاحداث، لان حرقنا اللي ما حدث الخير. لا احداث هادو كنحرقهم علاش؟ لان كيف ما قلت لك في الاول، قلت لك انا ما شايفش السلسله كاع كلها. واخا انت قلت لي بوك عنده جوج بنيتات، هذوك الجوج بنيتات اللي عنده هما اللي في الحقيقه اللي خصني نهضر عليهم. هذوك جوج بنيتات مساكن ما كنخليهم لا ينعسوا لا حتى شي حاجه، ديما ضاربهم، ديما معدي عليهم، ديما مكرفس عليهم. والاب ما خصوش يكون بحال هكاك، الاب راه خصو يكون مثالي، وخصو يعطي الجمهور او المتلقين ولا هذاك يعطيه شي اشياء مثاليه حتى هي. واخا انت الى شفناك في شخصيتك العاديه كتلي اولاد، لما قريب انت في التعامل ديالك في دارك ومع اولادك، قريب للعساس ولا قريب للرجل الطيب؟ لا قريب لهذاك الرجل الطيب. ما كتذكر راسك كتلي اولاد؟ قريب للعساس هو. بلاتي فاش قريب للعساس؟ انت فاش قريب لك هذا الجزء ديال الشخصيه؟ انا فاش قريب انا للعساس شويه، انا كنتعصب شويه، عصبي في الحياه العاديه، وقريب لهذاك الراجل ذاك الكونسيرج. وانني ما نشكرش راسي انني رجل طيب، وبزاف ديال الناس دابا اللي كنتلاقى معاهم في الشارع وهذاك، وتيقول لنا راه تيقولوا لي بحال هكا راك عجبونا الادوار ديالك، لان ما عمرنا شفنا في الدور ديالك شي حاجه خايبه، وديما راجل عندك واحد الوزن وعندك واحد القوه في الحوار. والحاجه اللي كتعجبنا فيك هو انك ما كتعاودش نفسك، ديما كتبان يعني ما كاينش النمطيه ولا التكرار. ما كاينش النمطيه، وكنحاولوا ان شاء الله باش نرضيو بحال هكا الجمهور ديالنا، ان كنهربوا بزاف على النمطيه، وكنحاولوا باش نقلبوا عاوتاني في خلال الادوار ديالنا. لا بيان سور ملي كتاخذ عاوتاني شي شخصيه اخرى ولا شي حاجه ولا هذاك، راه كتقلب ليها على لاكويزين ديالها، لا بغينا نقولوا الكاركتير ديالها، الكاركتير الميكانيزم ديالها، بزاف ديال المشاكل. كاين شي اولاد هاد السنه ما كاينش غير السيت كوم او العمل الدرامي ديال بنات العساس، لكن حتى العمل الكوميدي قهوه نص نص. السيت كوم دوري شويه على هذا العمل. كاينه قهوه نص نص، هاد قهوه نص نص مازال واقيلا مازال ما لحقوش لهذيك الحلقه اللي غادي نكون فيها انا ديال السي جباري، وحتى هو كنفتخروا به كمخرج تبارك الله عليه، وكانت واحد ليكيب كانت هي زوينه، وكان الصديق ديالي الاتير محمد الاتير حتى هو كان الحضور ديالو قوي في هذيك السلسله. والدور اللي عطاوني هو ديال شي واحد بحال شي واحد عنده الزهايمر ولا شي حاجه بحال هكا ولا هذاك، وكيجي يديك القهوه وكيبداو تيبانوا ليه اشياء ما كيعرفش حتى ولدو كيجي عنده باش غادي يجرو، تيقول لي يلا تمشي، تيقول لي فين غادي يمشي، فين غادي يبيع، فين غادي يمشي، تيقول لي لا هذاك سميتو كيشوف هذيك سميتها هذيك اللي خدامه في القهوه كيشوفها بحال هكا، تيبقى كيشوف فيها بحال هكا، تيقول لي مالك، تيقول لي لا رانا بغيت هذيك، رانا غادي نتزوج بها وكذا وهذاك. يعني راجل اللي خرف وبعيده بزاف وكذا وهذا، ولكن الحمد لله انني توفقت. واخا سي اولاد انت تبارك الله كتحاول انك كما قلتي ما تكررش راسك، هاد السنه عندك رجوع قوي للدراما والكوميديا وحتى مجال الاشهار والدعايه. الحمد لله انت اليوم حاضر بزاف ديال الاعمال هاد رمضان. قبل ما نختم معك الدردشه نبغيك تشوف لي كومونتير، الناس باقيين عاقلين على الريبليك ديالك في بنات العساس، عطيني ريبليك بهذاك البيرسونال. كيفاش عطيني جمله من ذاك السيناريو ديالك اللي كلهم تفاعلوا معاه، ديال تدريا تينعسوا وانا غنبقى معاه. عرفتي شنو غدير دابا؟ غادي تديو الدريا تينعسوا، وملي غادي تديو الدريا تينعسوا انا غادي نبقى معاه، انا اللي غادي نعرف كيفاش غادي ندير ليه. يلا تبارك الله عليك سي اولاد. الله يبارك فيك. كان عندي عاوتاني واحد الحضور في هذا الصلاه والسلام، اذا كنتي شفتي هذيك الحلقه واللي زوينه فيها هو ان واحد الكروشي كنضرب به واحد ديزالي من فمي،
بقات عارف هو بقات راسخه هذيك، بقات راسخه اللي تلاقيت معاه تيقول لي والله تبارك الله عليك ضربتيني باقي الفهم ضربه ضربه يستاهل تبارك الله عليك يا اولاد الله يكمل لك بالخير اللهم امين اللهم امين. وحتى انتم كنتمنى لكم ان شاء الله مستقبل زاهر وحافل بالعطاءات تبارك الله عليك يا اولاد. يا اولاد قبل ما نختم معك نبغيك تقول لي طريفه وقعت لك وانت صايم، يا هذا رمضان اللي قبل منه مازال راسخه في الذهن ديالك. ماشي 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 شي طريفه اللي عمرك ترمدين انت هذيك هذيك الترمدين الترمدين راه كاين هذاك. طيب مثلا اش غادي نقول لك، كاين واحد واحد الخطره خرجت ولكن هاد المساله شويه ما عرفت توشونت، كنت خرجت بحال هكا كنت ديك الساعه خدام مع الخدمه مع هذاك، ديت معايا حيت في الصباح كنخرج بحال هكا ديت معايا هذاك الفطور اللي غادي نفطر به ياك، وملي وصلت بحال هكا حتى للخدمه وقفت تما وجلست واحد نص ساعه ولا هذاك، وانا القبل اللي راه ما هزيتش معايا بلي راه خليته معلق في واحد الكراج هذاك الفطور ديالي تجيب الفطور خليته واش غادي دير، ما كاين حتى شي مشكل. والمهم انا رجعت ليه لقيت داك الشيء باقي في امامي لاي واحد فضيح فيما حطيتيه في الصباح ولا حطيته في الصباح لقيته باقي هكاك معلق في هذاك الكراج ما مسحو حتى شي واحد. وا تبارك الله حلال ليك باقي مكتب لك في الرزاق سي اولاد. وطريفه اخرى ثاني واحد الخطره كان هذاك دانون، وكان دانون في السحور انني كنتسحر في الخدمه تاخذ ياغورت تاكل هذاك ياغور شنو كان فيه الماء، كان فيه الماء مزيان، جيت بحال هكا نعود وطاحت هو مع الماء نسى الياغورت نسى السحور. انت دابا باقي كتسحر الفطور والسحور ياك صافي ما كاين حتى شي مشكل. الله يدخل عليك السحر بالصحه والسلامه وفرحان اني نكون معاك كلمه اخيره للجمهور ديال شوف تي في والناس اللي كيتبعوك الان سلسله بلاد عساس الصلاه والسلام وكذلك سيتكم ديال القهوه نص نص. اش غادي نقول للجمهور ديالي العزيز انا في الحقيقه ما باقي ان شاء الله عطاءات بزاف باش غادي نفرحهم به، وكنقول لهم رمضان مبارك وبغيت يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والرزق والتيسير، ولا كان شي مريض الله يشافيه ولا توفى شي واحد ولا هذيك عزاؤنا واحد، ونتمنى اننا نتلاقاو معكم ان شاء الله في ضحكات اخرى وفي اعمال اخرى وفي خدمات اخرى ان شاء الله. الله يسهل السي اولاد فرحان بمحاورتك فنان قدير اليوم كتعلق في هذا رمضان ومزيد من التعلق والعطاء. مشاهدينا الكرام تهلا ما بقى لي غير نقول لكم الحوار ديالنا وصل النهايه ديالو، كنضرب لكم جديد بحوار اخر تبقاو على خير.